زميل يونس غماري الذي يتواجد بأحد الأسواق كعادته، أسواق اليومية، ليطلعنا على آخر أسعار الخضر والفواكه. يشار إلي لأنه متواجد بسوق بئر خادم بالجزائر العاصمة. يونس غماري، صباح الخير. إذن صباح الخير رمزي، صباح الخير أعزائي المشاهدين. كما قلت نحن متواجدون هنا بسوق بئر خادم للخضر والفواكه، نتعرف مع بعض على أهم الأسعار بما أننا على موعد مع عيد الأضحى، ربما الأسعار راح ترتفع، لكن نهار اليوم راح نتعرفوا على الأسعار. بالنسبة للبطاطا، شحال دير البطاطا؟ البطاطا دير 75 دينار، والبصل 35 دينار. نزيدو ننتقلوا للخضر الاخرى. الجزر كما راهي في اللافته هنا 50 دينار. اللفت شحال يدير الاخ؟ اللفت يدير 260 دينار، بما انه مش في الموسم تاعو ربما، لذلك راهو غالي. شحال يدير القرعه؟ الكوسه 50 دينار. والشمندر شحال يدير؟ 80 دينار شمندر. الطماطم تدير 40 دينار. والخيار شحال؟ 80 دينار. الباذنجان شحال يدير؟ 50 دينار. شحال المشطو؟ المشطو 100 دينار. الجزر او 50 دينار. هذه طماطم دير 65 دينار، نوعية ربما خير من اللي شفناها من قبل. شحال يدير الفلفل الحلو؟ 80 دينار فلفل حلو. ننتقلوا لعمي عز الدين كالعادة، أو نشيط اليوم. صباح الخير عمي عز الدين، أعطينا مجمل أسعار يعني الدكان تاعك. الأسعار شوية ارتفاع بالنسبة للأسبوع الماضي، فهمت؟ وشنو في يعني وشنو السبب تاع الارتفاع الاساسي؟ باينه الظاهره تاع العيد كالعاده. عندك اللي طلع دركا كيما اللفت راهي حوالي 300 دينار. 300 دينار شفناها 260 دينار. 260 حتى 300 دينار، نوعيات جيده 300 دينار. بالنسبه للمشطو؟ المشطو راهي 100 دينار، مليحه راهي مليحه، فهمت؟ الطماطم 50 دينار، يعني طماطم ممتازه 50 دينار الحر. نلاحظوا انه الكوسه ما ارتفعتش القرام. لا الكوسه نوعيه جيده ب 50 دينار. في العاده كي يقترب العيد تزيد. يقترب العيد تطلع حتى ل 120 دينار 130 دينار، فهمت؟ ودرك راهي مليحه. اللي ما راهمش اللي ما راهمش ملاح الكباش هما اللي ما راهمش ملاح. نتمناهم. نزيدوا نشوفوا اسعار تاع الفاكهه، شحال التفاح؟ التفاح يدير 150 دينار، وشحال العنب؟ العنب 180 دينار. والإجاز شحال يدير؟ رشيد راح يعطينا صورة الإجاز. نشوفوا أحد المواطنين راح يعطينا رأيه في الأسعار بما أنه العيد راهو قريب. يعني أنت واش رأيك في الأسعار بما أنه العيد راهو قريب؟ حنا دائما نلاحظوا أنه كي يتقرب العيد يزيدوا الأسعار تاع الخضر. هي والله على العموم تقريبا دائما كيكونوا مناسبات هكذا سواء دينيه ولا وطنيه، دوك ما فهمناش اش كان من التجار ولا من الفلاحين. تروح للتاجر يقول لك الفلاح، تروح للفلاح يقول لك التاجر، وحنا قاعدين دوك بيناتهم جونغلي. كيفاش الاسعار يعني بالنهار اليوم؟ والله دوك اليوم راهي شويه ماشي ماهيش مرتفعه بزاف، ولكن على بالك دوك السمانه هذه من يومين ثلاث ايام على بالي رايحين يلهبوها. نتمنى ان شاء الله ما ترتفعش بزاف. صح عيدك بارك الله فيك. نزيدو ننتقلوا لتاجر اخر راح يعطينا رايه يعني في الاسعار. صباح الخير اخي كريم. لي زون صباح خويا. لا الاسعار راهي في متناول الجميع، راهي كما تشوف كي تشوف هكا 6000 5000 5000 7000 راهي في متناول. يعني انت تضمن انها ما راحش ترتفع في الايام المقبله؟ بقى العيد بقى له اسبوع. هي نتوقع ماهيش رايحه ترتفع، باسكا دوكا كيما يقولوا خضره راهي وقتها دوكا اخوك فاهمني. دوكا هذا هو الموسم تاع الطرشي تاع تاع الطوماطيش تاع الزروديه، هذيك ما كانش علاش تطلع افار الا كان احتكار في السوق في سوق الجمله. واش نزيدوا لك؟
نجيبه من سوق الجمله، احنا من عند الفلاح. دوك انت كي تدخل من عند الفلاح للسوق، من السوق لعندي لعند المستهلك يجوز على كاطيطه، صح ولا لا؟ لا يجوز على كاطيطه وتوصل ب 5000، صافي راهي موانشار، راهي في متناول الجميع. رمزي انا معك. اذا ربما سنعود الى هذا التاجر يوم او يومان قبل عيد الاضحى المبارك لتاكد من صحه كلامه. اذا تم رفع اسعار الخضر ام لا. نعم، إذا يونس غماري شكرا جزيلا لك على هذه الجولة الخفيفة في سوق بئر خادم للخضر والفواكه. كما تابعنا أسعار الخضر والفواكه كانت فعلا في متناول المواطن، لكن بعض تفاوت في أسعار مواد على مواد أخرى خضر، ربما لأن كما كنا نتابع تجار قالوا إن هذا الخضر موسم الخضر، موسم الصيف كذلك وموسم الفواكه.